معنا مباشرة من بيروت وعبر سكايب توني بولت المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد توني. يعني بداية بعد أن فرض هذه العقوبات التي تعتبر هي الأقوى من نوعها عبر التاريخ، برأيك هل ستنحصر جبهات القتال التي يقاتل عليها النظام الإيراني طبعا من أجل بقائها؟ يعني في الواقع سيدتي، هذا يعني اليوم الاستراتيجية الأمريكية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو هي الأقصى والأقوى في التاريخ كما ذكرتي، ومن الواضح يعني ومن الشبه المؤكد أنها ستؤدي نتيجة معينة، وهي تقليم أظافر إيران في المنطقة وضرب كافة ميليشياتها المنتشرة. وقبل هذه يعني قبل هذا الاعلان اليوم عن الاستراتيجيه، بدانا نشهد تراجعا ايرانيا، او الاول في اذا راينا الميدان اليمني، هناك تراجع كبير لميليشيات الحوثي وتقدم كبير للشرعيه اليمنيه المدعومه من التحالف العربي. كذلك في سوريا، يعني كان مفاجئا امس يعني اعلان الخارجيه الروسيه ايضا عن طلبها من ايران الانسحاب، واليوم ردت ايران على هذا الطلب الروسي انها لن تنسحب من سوريا. وايضا في العراق هناك كذلك انقلاب في موازين القوى العراقيه، وبالتالي تراجع للنفوذ الايراني في العراق، طيب وايضا سيد ينسحب توني، الامر على لبنان. نعم، طيب هل هذا يعني بان ايران ستستجيب للمطالب الامريكيه المتمثله ب 12 مطلب، ومن ضمن هذه المطالب التي كما ذكرتها بانها ان يقل او ربما ان يكون الدعم الايراني لحزب الله في لبنان وكذلك الحوثيين في اليمن والانسحاب من سوريا؟ يعني في الواقع إيران لن تستجيب برأيي بشكل مباشر، لأن إيران صمودها وقوتها الداخلية هي تتوازن مع إمكانيتها بالقيام بالحروب الخارجية. باللحظة التي إيران توقف حروبها وبث سمومها وميليشياتها للخارج، سوف تنتقل المشاكل إلى الداخل الإيراني، وبالتالي يتعرض النظام الإيراني للخطر. لذلك إيران تسعى دائما لوضع ميليشياتها ودعم ميليشيات في المنطقة العربية من أجل إبعاد شبح المواجهة الداخلية عنها. إيران لن تتصل بشكل مباشر، إنما سوف نبدأ نرى تراجعا ميدانيا لبعض المواجهات أو لبعض الجبهات في المناطق العربية، كما أشرت لك في اليمن والعراق نعم. وسوريا، وأيضا في لبنان. نرى أن إسرائيل تقوم يوميا تقريبا بضربات للجرحى الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية في سوريا، ونرى أيضا أن حتى القدرة في التهديد توقفت عند الإيرانيين. هذا ما يشير طيب. إلى أن الإيرانيين في مأزق حقيقي، ويرون نعم. نفسهم أنهم أصبحوا معزولين ومجردين من أي حلفاء، نعم وخاصة بعد الموقف الروسي الذي صدر منذ يومين. نعم طيب، مع هذه الاستراتيجية الجديدة والضغوط من قبل الجانب الأمريكي على إيران، ومن ضمن هذه الضغوط يتمثل بالجانب الأبرز وهو الضغط الاقتصادي على إيران، كيف يعني ستتعامل إيران مع هذه الضغوط؟ ومن ضمن هذه الضغوطات كما ذكرت بأنه هو الأهم والأبرز الضغط الاقتصادي، هل ستغير إيران من مسارها؟ يعني في الواقع بدأنا يعني كنظام إيراني لا أعتقد أنه سيغير بشكل سريع، ولكن سوف نرى في المقابل تظاهرات شعبية وعودة الاحتجاجات للشارع. الآن يعني الدولار الأمريكي يساوي تقريبا 7000 تومان، يعني ما يعني أن العملة الإيرانية شبه منهارة تقريبا. ونرى ايضا قانون كاساندرا الامريكي الذي وقعه مجلس الشيوخ الامريكي منذ فتره يلاحق يعني ممولي ميليشيات ايران، وتحديدا ميليشيا حزب الله في كل انحاء العالم. وراينا ان عمليه ادراج الشخصيات الرئيسيه في ميليشيا حزب الله والحوثي على قوائم الارهاب بدات تتسع ولتشمل يعني المناصب الرئيسيه رفيعه جدا، حتى وصلت الى حسن نصر الله ونائبه يعني منذ في الاسبوع الماضي، ما يشير الى جديه امريكيه بمتابعه هذه يعني المصادر الماليه يعني كافة المنابع التي تمول هذه الميليشيات حتى النهاية. وبالتالي بطبيعة الحال سوف تتضرر هذه الميليشيات، ولن تستطيع إيران وحدها التعويض عن نعم. الإمكانيات المالية التي تؤمن استمرارية هذه الميليشيات سواء في لبنان أو في سوريا واليمن والعراق وغيرها. يعني حتى ميليشيات الحشد الشعبي سوف نراها تدريجيا تتضرر من هذا الأمر، لأن الدعم الإيراني لن يعد يكفي، فهذه الميليشيات تتغذى من مصادر مخدرات وتبييض أموال وتجارات غير مشروعة. نعم. هذه التجارات وهذه الأموال سوف تلاحق، ورأينا بنك البلاد العراقي كيف تعرض لعقوبات وأوقفت فروعه، وحتى المصرف المركزي العراقي أيضا تجاوب لهذه العقوبات، لأن مصلحة العراق ومصلحة كافة الدول نعم. تطبيق طيب. هذه القوانين الأمريكية. طيب سيد توني، يعني بفرض هذه العقوبات وهذه الاستراتيجية الجديدة من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، برأيك ما هو دور حلفاء إيران في ظل هذا الإصرار من قبل الجانب الأمريكي؟
يعني حلفاء ايران هم بالاحرى ميليشيات ايران، يعني هم المرتزقه المدعومين من ايران، بطبيعه الحال سيؤتمرون وسيدافعون عن ايران لاقصى الحدود، فهؤلاء يحملون شعار المقاومه وغيرها، ولكن في الواقع هم لا يقاومون سوى دفاعا عن مفاعل بوشهر النووي ونظام ولايه الفقيه. هؤلاء يعني سوف ربما تأتي اوامر بالقطار وفتح جبهات اخرى لتخفيف الضغط عن طهران، لذلك قد نرى جبهات جديده تفتح في سوريا لإلهاء الأنظار وتوجيه الأنظار باتجاه آخر، كذلك سوف نشهد أيضا ربما تعكيرا أمنيا لصف الهدوء النسبي في العراق، يعني لأول لتحييد الأنظار عن التراجع النسبي نعم. للسيطرة الإيرانية في العراق، وأيضا من أجل تخفيف الضغط عن طهران، كذلك إذن سوف نرى تأزما في الوضع السياسي اللبناني وتأخيرا في تشكيل الحكومة المرتقبة نعم في الأسابيع المقبلة. إذن المحلل السياسي توني بولت كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.